نعم، تحياتي لكم وتحياتي إلى السادة المشاهدين من القدس المحتلة. نحن اليوم أمام تطور نوعي وتطور مهم جدا في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. جبهات الإسناد تدخل على الخط بقوة، صاروخ من اليمن يصل إلى قلب تل أبيب، إلى مركز تل أبيب، إلى غوش دان. وعندما نتحدث عن غوش دان، هذه المنطقة تمتد شمال تل أبيب بأربعين كيلومتر حتى نتانيا، وجنوبا إلى يبنى، وشرقا إلى منطقة أوريودا. بمعنى أن عدد سكان هذه المنطقة غوش دان 2,300,000 وفقا للإحصاء الإسرائيلي. بمعنى الآن 2,300,000 إسرائيلي في الملاجئ والغرف المحصنة. الرقم ليس أنا بتقديري، ربما هو الذي سوف يعكس مدى تأثير وتداعيات هذا الصاروخ وهو للمرة الثانية. ولكن الأهم من ذلك على نتنياهو ربما أن يفهم هذه الرسالة بأن القوة والغطرسة والقتل والتدمير في الضاحية الجنوبية أو قتل أطفال لبنان ليس هو أنا بتقديري من يعيد سكان الشمال إلى المستوطنات الشمالية. تطور مهم اليوم في هذه الحرب، اليمن تدخل على الخط كجبهة إسناد وأيضا شريك وربما طرف مهم جدا في هذه المواجهة. نتنياهو الآن في نيويورك يرى المشاهد هذه الموجودة في تل أبيب والتي شاهدها العالم للتو، ليست حالة لا 7 هلاك ولا 10 حالات من الهلع، هذا نتحدث عن منطقة ممتدة بمساحة كبيرة جدا وهي غوش دان، وبالتالي ممكن أن يكون هناك مئات الحالات من الهلع والخوف. ولكن الأهم من ذلك نتنياهو عليه أن يعلم أن المطاعم والمقاهي التي كانت في يوم الخميس تحديدا تبقى مأهولة بالزوار وربما الإسرائيليين حتى ساعات الفجر، حتى الساعة 6 فجرا، الآن تم إغلاقها بالكامل، الشوارع فارغة، لم تعد هناك حياة في تل أبيب. هذه أيضا رسالة مهمة إلى نتنياهو بأن القتل ليس هو الحل، والصواريخ والقصف الجوي من طائرات F-35 الأمريكية هي ليست الحل بإعادة سكان الشمال. عندما يرفض المفاوضات ويرفض المبادرات السلمية عليه أن يدرك أنه يوم الأربعاء القادم هو أعياد لدى الإسرائيليين، وبالتالي عليه أن يفكر في مصلحة الإسرائيليين، عليه أن يفكر في الهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط بدلا من أخذ المنطقة إلى الحرب الشاملة. وبالتالي أنا بتقديري أن ما حدث الآن للتو بصاروخ يمني يصل إلى قلب تل أبيب تطور نوعي وتطور مهم في هذه المواجهة، وربما يجعل نتنياهو يفكر مرتين الآن قبل أن يرفض مبادرات التسوية سواء كانت من ماكرون أو من بايدن. مرة أخرى المشاهد والصور التي شاهدناها في منطقة رمت جان، ديبراغ، بتحتقفة، حلون، بيت يام، قلب تل أبيب، شوارع ديزنغوف، ألمبي، بريودا، أرلبروف، كل هذه الشوارع الآن مغلقة تماما والتي كانت ممتلئة بالحركة تحديدا يوم الخميس وتبقى مفتوحة فجرا في الأيام العادية. نعم. الآن طيب. إغلاق تام، أشكرك. لا حركة ولا أي حركة في الشوارع، والرسالة وصلت إلى نتنياهو. نعم. أنا بتقديري الغطرسة والقصف وقتل الأبرياء والمدنيين لا يمكن أن يعيد سكان الشمال إلى المستوطنات الشمالية. أشكرك، شكرا جزيلا لك دكتور علي العور، أستاذ حل النزاعات الدولية والإقليمية، كنت معنا من القدس.